احرص على أني كلك بصرات لعل الله تعالى أن ينفعك بهذا. ألقيت محاضرة يوما جامعة الكويت جامعة وكان أمامي طلاب أعداد منهم ربما يعني لم يتعودوا حضور محاضرات دينية. تكلمت عن هذا الموضوع ثم قلت يا شباب من عنده مشاركة؟ فواحد منهم رفع يده شاب كذا من عامة الشباب اللي يمكن لما تراه تقول هذا عندك كذا وكذا. قال يا شيخ أنا مرة ركبت السيارة سأذهب الصبح للجامعة. يقول فلما ركبت السيارة عادة أجد في المساح اللي للسيارة أجد إعلانات، فأنا أركب السيارة وشغل المساحة ويطير الإعلان، ماني فاضي أخذ الإعلان وأقرأه، كل يوم في إعلانات يعني. يقول فذاك اليوم في ورقة مشيت وشغلت المساحات ما طارت، حطيت ماء وشغل المساحة ما طارت وبدأت الورقة ترقص قدامي إلا تقرأ. يقول رحت الجامعة وخلصت ورجعت البيت وأشغل المساحة إلا الورقة لاصقة إلا تقرأني، وانزل أبعد المساحة وطلع الورقة وافتح الورقة إلا إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد لمحاضرة باللغة الفلبينية. دخلت البيت عندنا خادمة فلبينية، الورقة معفسة وفيها ماء وبالكاد تستطيع تقرأ. قلت يما ترى مكتب الدعوة عندهم يوم الجمعة العصر محاضرة بالفلبيني للخادمات والسائقين، إذا الخدامة تبغى تحضر أعطيهم الورقة وأروح أنام من غير اهتمام. قالت أمي للخادمة ليش ما تذهبين؟ قالت طيب أروح. وذهبت الخادمة وحضرت المحاضرة ودخلت في الإسلام بورقة وضعت على مساحة سيارة. فهو فرحان مع أني قلت يمكن نيتك ما هي مضبوطة، أنت يعني أنت ما نويت فعلا هدايتها ولا اهتميت، لكن فضل الله تعالى واسع. مقصود أن الإنسان يعني يحرص على أن يكون له مثل هذه البصمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله بإذنك عباد الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger.